صباح الخيرات، وصباح آخر يوم قبيل ما يهل علينا هلال رمضان. كل عام وانتم بألف ألف خير يا رب، والله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، ويجمع كل المغتربين مع أحبابهم. اليوم يحبوا بيت حماي هيك يودعوا الأيام قبل رمضان بجمعة حلوة، وقرروا يشووا فيها كبة وشيش طاووق وكمان جناحات شوينا، وكمان فرصة يعني مثل ما بتعرفوا انه قبل رمضان لبلش يتحسن الجو هيك بأيام قليلة يعني جدا، يعني كان في تلج وفي عاصفة ثلجية كتير قوية، فهل كم يوم صاروا صحوا يعني حتى الواحد بتشجع يروح يعمل فيها جماعة حلوة يعني انبسط فيها. حب يعمل لي رومانسيات وهداني وردة بنفسجية وعلق على الشجرة، وهم بلشنا نشوي الكبة والجناحات. أنا بصراحة ما أكلت كتير كبة لأنه كتير حسيتها تقيلة، يعني مو بعرف ليش ما حسنت أكله، بس أكلت جناحات وشيش طاووق. بعد ما أكلنا أكيد ما في أطيب من القهوة بعد الأكل عن جد، يعني بهالأجواء وهيك قبل رمضان وروحانيات عالية وقهوة وجمعة حلوة كتير انبسطنا اليوم، وكانت عن جد ختامها مسك. وبعد ما رجعت من النزهة هيك جيت شوي تعبانة وحبيت هيك أروق، ورح أفتح اليوم المطبخ أبلش تنظيف فيه قبل رمضان، يعني ما تم عندي وقت أبدا. هلأ البيت أنا دائما إيدي فيه يعني نظفته، بس المطبخ صار لي زمان ما نظفته هيك تنظيفة منيحة. هلأ البراد خالصة منه، صورت لكم فيديو شلون نظفته. إضافة للتنظيف عندي ترتيب المطبخ، بدي أعيد الترتيب بشكل كلي. في شغلات عندي هون لازمتني كتير ما عم بقدر كتير أستخدمها مثل البراون والخلاط وقصص كتير، مثلا كتير بلاقي صعوبة إني أوصل له، فرح أحطهم بالغزن هون فوق البلاطة عشان لسهولة يعني الوصول. وهون عندي كاسات أصلا مكانهم مو يعني أخذ مجال كتير كبير، وهن أصلا بسعوا بالسحابة، فكمان بدي أفضي السحابة هيك فيها كراكيب وقصص، وأحط كل غرض بمكانه المناسب وأحط الكاسات بالسحابة. والحمد لله صار عندي قنصل يعني بقدر أنقل الأغراض بالمطبخ مثل البايركس وصحون هدول البلور وصحون الأكل على القنصل. وبالنسبة لرف ركن القهوة هون رح أتركه لركن القهوة لأني هو صاير فوق ماكينة القهوة، فما رح يعني أغير مكانه. فهلأ أول خطوة رح أعملها رح أنقل كل شي رح أحطه بالكونسول وأنظف الكونسول، وبعدين أنتقل للمطبخ أعيد ترتيبه.
هذا القسم من الكونسول فيه طقم الصفرة، يعني ما رح أغير مكانه ولا رح أغير فيه شيء، بس رح أمسح تحته وأرجع أرجعه لمكانه. وبعد ما خلصنا من أمور الكونسول صار وقت المطبخ، وبنبلش فيه بتنظيف وترتيب. هلأ هدول الصحون كلياتهم بعد التنظيف وهيك رح أنقلهم للسحابة، لأني أي شي بسع بالسحابة يعني رح ياخد رفع الفاضي، وهو أصلا بسع بالسحابة رح أحطه بالسحابة. مثلا هدول الصحون، الكاسات، أي شي بسع بالسحابة رح أنقله للسحابة. لهيك شفت أنسب شيء أول شيء أبلش بالسحابة، أنظفها وأرتبها، أفضي منها الأغراض هدول كلياتهم، لأنه جيت أنظف الغصن فلقيت إنه بالغصن في كتير قصص بتنحط بالسحابة، فتركت تنظيف الغصن وبلشت بالسحابة. هلأ هون صفيت كل الأغراض، وبعدين أنا عم برجع السحابة هيك تطرقوا والأغراض في بعضهم، فقلت أحسن لي إنه أجيب مانع انزلاق، فمديته بنص السحابة. هلأ هو ما ضروري إنه يستوعب السحابة من أولتها لآخرتها، المهم إنه يستوعب الأغراض، إنه يكون كل شي مصفوف عليهم، فهيك يعني بتضمنوا إنه إن شاء الله ما عاد يطلع صوت أو يتكسروا الأغراض أنتوا عم تسحبوا السحابة وترجعوها. وعندي كمان هون السحابة بس بدها تنظيف، ما رح أغير الأغراض لأنه عن جد كتير ريحتني. أول شغلة إنه هدول كلهم استخدامات يومية، وهدول إذا بدك تحطوهم بغزينة أو رف وهيك بدك تسحبوا وتطالعوا الغرض كتير صعب، فهيك كلهم مطبقين فوق بعض، فلما بدك تطالعوا الشغلة بتسحبوا السحابة ودغري هيك بتشيلوا الطبق اللي بدكم إياه من دون ما تجروا وتطالعوا اللي تحته واللي فوقه، وخلص يعني أريح لكم هيك. هلأ هون السحابة بما انه فيها هيك شارر شي عليها اكل ما بعرف الشوة، فهون ليفتها وبعدين مسحتها بمساحة المطبخ، يعني مو بمساحة الزجاج، ورجعت عملت لها وش بمساحة الزجاج. هون كمان تحت المساحة ما شاء الله طيبة بكياس، وهيك كمان في شفت وسخ فلهيك عملت له كمان مسحة. هلأ بلشت بهاي الغزينة لأنه هديك الغزينة يعني شوي متخربطة فيها، ما لي حتى ترتيبة معينة بذهني. هاي رح أحط فيها البراون ورح أحط فيها الميكسر، وكمان في كهربائيات ناوية أجيبها إن شاء الله بإذن الله تعالى كمان رح أحطهم فيها. وكمان حطيت فيها ميزان الطبخ وسلوفان ورق زبدة وستريتش، يعني أي شي بحتاجه بشكل يومي. هلأ هو كان صح شكله أحلى قبل إنه فيها كاسات وهيك، بس المطبخ هيك صار عملي بالنسبة إلي وأسرع بمليون مرة من هديك المرة. والغزينة هون قررت أحط فيها من تحت طقم الصفرة الاعتيادي اليومي، ومن فوق المنظمات الزجاجية، والمنظمات الزجاجية حطيتهم بالغزينة مع السخانة. السخانة ما وسعت معي بغزينة الكهربائيات للأسف يعني، بس مو مشكلة يعني بما أنه حطيتها هون بمقدمة الغزينة ما بأثر علي، دغري بوصل له. والطناجر هون كمان ما احتجت أغير مكانه لأنه تحت ما كتير بستعملون، واللي بستخدم منهم الطواي وهالقصص حيطتهم بالمقدمة، واللي بالمنتصف شفتوا يعني ما في شيء قدامهم. زينة المونة بس قلبت الشغلات الناقصة وكبيت الأكياس الزايدة وهيك رتبت ترتيبه ومسحتها، وبس ما احتجت أغير فيها شغلات. وهلأ صار وقت آخر غزينة، هي غزينة البهارات، حطتها جنب الفرن مشان إذا احتجت له. هلأ أول رف هاد ما بده أبدا ترتيب بس تنظيف، رح أمسح العلب بمحارم معطرة. هلأ أنا لما بشتغل وبطبخ دائما إذا بحتاج بهارات بمسح بمحارم معطرة، بجهز بهاراتي وبطبخ، وأحيانا كتير بجهز البهارات أصلا قبل ما أطبخ، بس معلش يعني إنه هيك أضمن إنه يكون نضاف. وهون هاي الغزينة كمان كتير بتحتاج لتنظيم، فيها كتير شغلات لأنه إضافية وبدي منظمات لحتى أجيبهم رح أحطهم فيها. هلأ حاليا رح أحط بهذا المنظم كل شي بسع فيه بغض النظر، يعني مثلا ظروفة الجيلاتين، وحطيت هون ظرف شوربة الخضار والمدردر وحتى مكعبات الماجي كمان، وشطحت في قلبه علبة الفانيليا وما بقي يسع فيها شي تاني. وعندي العلبة التانية فيها فحم
وانا جنب الفحم ما بحب احط شيء، هذا بستخدمه للمندي، للاكلات اللي محتاجه اني احط الفحمه بالفرن هيك ادخنها فيها. وباقي الشغلات بس هيك نظفتهم ورتبتهم ورجعت نفسهم، ما غيرت فيهم شيء. بس هون علب مثلا خل التفاح او دبس الرمان او زيت الزيتون كلهم حطيتهم بهذا المنظم، بحيث لما افتح الغزينة واسحب المنظم هيك يصير مثل السحابة، يعني يصير اسهل الوصول الهم. انا بمسح الغزن ولا بلاقي بلور الفرن هيك متوسخ، ما بعرف شلون توسخ، مع علما انه من فترة انا نظفته يعني من برا ومن جوا حتى البلور، لهيك مضطرة انه افكه وامسحه. وحتى الطبقات الداخلية كمان للزجاج كمان متوسخة. هلا مسحتها هيك مسحة مشان هيك بس احطها على الارض، لسه هي ما نضفت، بس عشان اذا حطيتها بالارض انه ما تنزلي بالارض شيء. طبعا هون بتنتبهوا كتير انتوا عم تشيلوا هاي الطبقة انه باب الفرن ما يخبط، لاني هاي الطبقة هي اللي متقلي باب الفرن. فهون كمان نقعته بالمنظفات وبعدين بلشت بهي الطبقة، كمان مسحتها ونظفتها وشلتها لحتى امسح الجهة التانية منه. كمان هون كتير انتبهوا انه باب الفرن يخبط، لاني باب الفرن فيه راسور هيك بخبط دغري اذا هدول الزجاجات مو موجودة عليه. وهون بعد ما الطبقات كلهم صاروا نضاف، كمان جبت ملمع زجاج وصرت امسحهم بمسحة الزجاج هيك لحتى اضمن انه الزجاج صار كله عب بالماء. هون بس بدي انوه لموضوع انه للناس اللي هيك بخافوا انه ينظفوا الفرن لانه بخافوا يخربطوا بين الطبقات او يراجعوهم او يعني بخافوا ينكسروا منهم، فانتوا كونوا بس حذرين. ولما بدك ترجعوا الطبقات هيك الشركة نفسها هيك عاملين بكل بزاوية واحدة بس من كل الطبقات اشارة، بس حطوا الزوايا هدول فوق بعضهم وان شاء الله ما بتأذى الفرن عندكم باذن الله تعالى. ايه والله، وبس هيك وخلصنا تجهيزات رمضان، اللهم لك الحمد. يعني ما توقعت اخلص بهالسرعة، بس الحمد لله رب العالمين، هيك رمضان وجايته بتعطينا هيك حيوية ونشاط لحتى ننجز. ولا تنسوا كمان اليوم بصلاة التراويح تدعوا لنا هيك، اللهم بلغنا واياكم رمضان بالكمال والتمام يا رب، وتصبحوا الف الف خير يا رب. اقبل قمرك بعد غياب، في الجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، في الجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب.